تقدر تحكي لنا عن كواليس الفيلم؟ كواليس الفيلم كانت كواليس ظريفة جدا. هو فيلم كوميدي فالكواليس كانت كوميدية جدا. الناس كلها كانت جميلة، يعني تخش كده اللوكيشن تحس ان كل الناس اصحاب، رغم ان يعني مش كل الناس اشتغلت مع بعض على طول، بس يعني كانت كواليس جميلة جدا. طب ايه اغرب موقف حصل في الكواليس؟ في الكواليس معايا اغرب موقف في مشهد من المشاهد، يعني بدون حرق الفيلم، ببقى بتخطف وبيحصل الموضوع كده، ففي حد ولع في ظهري بالموضوع بتاع اللي هو بتاع اللحام ده، مسك في التيشيرت، فكنت هولع في اللوكيشن. طب ايه رايك في التعاون بينك وبين استاذ محمد رضوان والاستاذ بيومي فؤاد؟ اجمل ما يمكن، اجمل ما يمكن. ناس جميله جدا ومتعاونه جدا، وقدروا يحتووا الناس كلها، وكان موضوع جميل جدا جدا الحقيقه.